وكان طيران العدوان استهدف خزان المياه في منطقة النهدين بمديرية السبعين بأمانة العاصمة. وأوضح مراسلنا أن العدوان السعودي دمر خزان المياه بالكامل في منطقة النهدين الذي تبلغ تكلفة إنشائه 4 ملايين دولار، وتبلغ سعته التخزينية 5000 متر مكعب، ويستفيد منه 30,000 نسمة في منطقة حد المكتظة بالسكان. أنا عشتنا ما بيضربوا في الخزن هذا، قد ضربوا فيه جي 30 غارة، وفي الخزن هذا ما بيغذي السكان هذا المناطق هذا، ما بيضرب في الخزن هذا. والله ما بلا بيضر الأسر والأهالي الذي في قريب في المنطقة هذه. 10 غارات 20 غارة يوميا هكذا وإحنا فيه، وخزن والله ما في إلا ما فقط ولا أكثر من حاجة. كلهم ضرب على الخزن هذا، ما بيعلموا من الخزن هذا، ما بيعلموا من الخزان. يعني يوميا ضرب 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 ضرب، ضرب. يعني بنقوم على ضرب، بنتعشى على ضرب، آخر ضرب. الماء هذا بيغذي حالة كاملة ما دخل الخزن هذا. لن يثنون عن مقاومة العدوى ومجابهة بكل ما نمتلك من قدرات ومن معنوية بفضل الله سبحانه وتعالى. لن نتردد حتى آخر قطرة من دمائنا بفضل الله سبحانه وتعالى. واستشهد 4 مواطنين وجرح آخرون باستهداف طيران العدوان السعودي الطريق العام في مديرية باقم في صعدة. وفدى مراسلنا أن طيران